تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا 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 احبائي عمو يزيد وفرحان بزاف اللي راكم معاه اليوم هنا وانتم راكم فرحانين برافو اذا وانتم احبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كيما اصدقائنا اللي راهم هنا وتفرحوا كيما هما معكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك. إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل 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 كاميراكم. تعالي بنتي روحي روحي الشابة روحي أروحي شحال راكي شابة دولي الكاميرا باش تشوفوا كامل واسمك بنتي آلاء الرحمن آلاء الرحمن وين تسكني آلاء الرحمن في عنابة في عنابة الله يبارك بنتي شحال جبتي معدل 9.25 أوه عليها والدك كفؤوك وجابوك حصة عمو يزيد ها نعم الله يبارك برافو برافو الشابة برافو 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 تعالي بنتي روحي أروحي نتعرفوا على أصدقائنا واسمك بنتي؟ رانيا رانيا، شحال في عمرك رانيا؟ 6 سنين وشاطرة هكذا؟ إيه الله يبارك، وين تسكني بنتي؟ تسكن في مدية في مدية، خيار الناس خيار، كي تروحي تسلمي عليهم كامل كامل بنتي، تعال وليدي، روح تعال 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 واسمك ولدي؟ بن جدو إبراهيم إبراهيم، شحال في عمرك إبراهيم؟ 9 سنوات شحال جبت معدل؟ 9.86 الله يبارك وين تسكن ولدي؟ ولاية تبسة بلدية العوينات أوه مدينة العوينات الجميلة جيتوا من تبسة؟ نعم الله يبارك والديك كفؤوك كي جبت معدل مليح قالوك ندوك عمو يزيد نعم برافو 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 ولدي برافو برافو شاطر شاطر تعالي بنتي أروحي أروحي نتعرفوا بأصدقائنا تعالي واسمك بنتي؟ ريتاج بوار ريتاج وين تسكني ريتاج؟ في البليدة في البليدة خيار ناس خيار ناس شحال جبتي معدل بنتي؟ 9.21 الله يبارك شاطرة شاطرة بنتي برافو برافو سلمينا عليهم كامل تعالي بنتي أروحي الشاطرة واسمك بنتي؟ سارة سارة وين تسكني سارة؟ تبسة بلدية العوينات العوينات خوك هذا الله يبارك تقراي مليح بنتي؟ كي تروحي تسلمين عليهم كامل في مدينة العوينات ولاية تبسة يا أخي بنتي نعم الله يبارك تفضلي تعالي بنتي روحي الشابة واسمك بنتي نورهان نورهان شحال في عمرك نورهان 6 سنين 6 سنين وين تسكني بنتي بلاصيتي حياة في الجزائر العاصمة الله يبارك الله يبارك بنتي شاطرة 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 أختك هذه اللي هيك أروحي بنتي تعالي تعالي أروحي تعالي تعالي أكم لابسين كيف كيف واسمك الشابة واسمك اسمك الشابة واسمها آلاء آلاء الشابة شحال في عمرك آلاء شحال في عمرها 4 سنين آلاء 4 الله يبارك الله يبارك برافو برافو بنتي برافو 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 إذا أحبائي عمو يزيد دائما سعيد باستقبالكم هنا وأصدقائنا تاني يشوفوا فينا ما عليهم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com باش يسجلوا للحضور في هذه الفترة هذه أحبائي كاين أيام مهمة جدا جدا كاين يوم مهم مهم يوم 14 أكتوبر هو اليوم العربي للبيئة أحبائي حماية البيئة على بالكم اللي لازمنا نحمي البيئة بالتشجير بعدم تلوية البيئة بعدم رمي النفايات إذن اليوم العربي للبيئة يوم 14 أكتوبر منذ سنة 1986 أحبائي تعرفوا اليوم العالمي للبيئة وقتاش؟ 5
جوان. يوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة، 14 أكتوبر هو اليوم العربي للبيئة أحبائي، حتى نحمي البيئة نتاعنا. كان يوم 15 أكتوبر اليوم العالمي لغسل الأيدي يا أحبائي، بما أن غسل الأيدي شيء مهم مهم جدا، داروا عليه يوم عالمي. لازم نغسل أيدينا بعد الأكل، قبل الأكل، بعد اللعب، لما نرجع من المدرسة يا أخي أحبائي. برافو برافو برافو. كان كذلك يوم 17 أكتوبر اليوم العالمي لنبذ الفقر. لو كان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان الفقر رجلا لقتلته. أحبائي الفقر، احنا ماذا بينا، كل العالم كله يحارب هذا الظاهرة الفقر. بماذا نحارب الفقر؟ بالفعل الخير، بالمساعدة الإنسانية. لازم الدول تساعد بعضها، وإحنا كذلك في المجتمع تاعنا الأفراد لازم نساعدوا الناس. إذن الفقر أحبائي الفقر. كاين كذلك يوم 15 أكتوبر اليوم العالمي للمرأة الريفية. أحبائي على بالكم للمرأة الريفية عندها خاصية. المرأة الريفية تعمل بشكل مختلف في الريف، تعمل في الزراعة، تعمل نعرف لأنه المرأة الريفية العمل تاعها مختلف عن المرأة التي تعيش في المدينة. إذن تحيتنا للمرأة الريفية اللي دائما جنب الرجل في العمل أحبائي. وبالنسبة ليوم 17 أكتوبر اليوم العالمي لنبذ الفقر، عمو يزيد لكم مفاجأة اليوم رح نكتشفوها مع بعض. وكذلك قلنا البشرة، بشرة بنتي اليوم ديرنا رسم بالنسبة لهذا الظرف اللي رانا فيه هذا، ديرنا رسم جميل رح نكتشفوه مع أصدقائنا الأطفال من بعد. واش رأيكم أحبائي نروحوا نكتشفوا ونستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون يجيب لنا البريد؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا جنينو ساعي البريد. مرحبا يا عطاء. مرحبا عمو يزيد. مرحبا مرحبا جنينو. مرحبا. واش راك وليدي لاباس؟ لاباس. واش جبت لنا؟ البريد. البريد تاع من تاع؟ الاطفال. الاطفال اللي بعثوه لعمو يزيد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. اذا جنينو ضع البريد في علبة البريد باش بعد عمو يزيد راح يقراه لاصدقائنا الاطفال. تفضل تفضل جنينو. احبائي تحبوا الالغاز؟ اليوم راح نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي كلما... مع السلامة عمو ياسد. مع السلامة يا أطفال. مع السلامة جنجو. ما هو الشيء الذي كلما خطى خطوة فقد شيئا من ذيله؟ ما هو الشيء الذي كلما خطى خطوة، كلما يدير خطوة يفقد شيء من ذيلته؟ فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا، بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أصدقائي فكروا في الإجابة عن اللغز: ما هو الشيء الذي كلما خطأ خطوة فقد شيئا من ذيله؟ فكروا لغاية نهاية الحصة. وإحنا نروحوا دركا مع وفاء مداس نكتشفوا شخصية اليوم اللي هي سالم محمو. تفضلي 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 وفاء. إذا تحية تحية على وفاء. تحية. مرحبا يا أطفال. مرحبا. سالم محمو. كانت ولادة سالم محمو في سنة 1871 ميلادي الموافقة لعام 1293 هجري في غرب مدينة ثنية بني عائشة ضمن عرش أيث عيشة. وبعد أن درس القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والفقه المالكي في زاوية سيدي بوسحاقي ضمن قرية ثالث أوفلا الصومعة، انتقل سالم محمو في زاوية أولاد بومرداس في بلدية تجلابين من أجل استكمال تكوينه العلمي والديني ضمن الطريقة الرحمانية. تم انتخاب سالم محمو في منصب مندوب بلدي خلال الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1919 ميلادي عن مقاطعة ثنية
في العهدة التي جرت انتخابتها في دورين بتاريخ 30 نوفمبر 1919 ميلادي ثم 7 ديسمبر 1919 ميلادي، وكان انتخابه في القائمة الانتخابية التي كان يرأسها محمد الصغير بوسحاقي خلال أول انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت صورة الاحتلال الفرنسي للجزائر لتمثيل دائرة ثنية التي تضم مراكز ثنية وتجلابين وسوق الحد. برافو 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 برافو، شكرا شكرا وفاء على هذه الشخصية سالم محمو. احنا احبائي من واجبنا ان نعرف الناس اللي بناوا هذا الوطن الحبيب، كل الشخصيات. لذا في كل مرة نتعرفوا على شخصية اما من مقاومة الشعبية ولا من ثورة التحرير ولا من علماء الجزائر ولا من فقهاء الجزائر ولا من الناس اللي عملوا باش تكون الجزائر دائما دائما في احسن وجه في احسن صورة. احبائي يا اخي، تكلمنا مقبلة على اليوم العالمي لنبذ الفقر اللي هو يوم 17 اكتوبر. واش نقولوا بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ واما السائله فلا تنهر. احبائي، اما السائله فلا تنهر، صدق الله العظيم. احبائي، بالمرات الانسان يجيك انسان محتاج مساعده، بالك ما تقدرش توجه له هذيك المساعده، ولكن واش لازم؟ لسان الحلو بالتي هي احسن، تقول له الله غالب سامحني هذه المره ما عنديش، المره الجايه ولا، ولكن بدون نهر. احبائي، اما السائله فلا تنهر، صدق الله العظيم. لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الناس، لانه واحد ما جابوا الخير، الانسان اللي يجي باش يطلب حاجه ولا يطلب خدمه ولا، عرف بلي هذاك الانسان راهو محتاجها. لذا الا قدرت تساعده ساعده، الا ما قدرتش تساعده ما تنهروش باللسان الحلو والتي هي احسن. لذا عمو يزيد لكم أغنية مفاجأة راح تغنى لأول مرة، هي أغنية المتسول. أحبائي، هذا الإنسان، هذا طفل كان مع باباه وشاف هذاك المتسول وكيفاش أثر فيه، يعني فكر بلي هذاك الإنسان احتاج أو محتاج، والظروف هي اللي وصلته أنه يوصل للتسول. تغنوها معايا؟ يلا نحط صديقي، يلا نغنوها مع بعض. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان، وقى قلبي دمعت عيني أيقظني ذاك الإنسان. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان، وقى قلبي دمعت عيني أيقظني ذاك الإنسان. ينصحني أبي للخير، ترشدني أمي للبذل، يسعدني حب الغير، يفرحني هذا الإحسان. هذا خلقي يأمرني، ذاك فعلي ينصفني، ديني خلقي علمني، ذاك معلمي أوصاني. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان، ربى قلبي دمعت عيني أيقظني ذاك. ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير، من خير وعطاء بدلا حبا وإصغاء. هذه حسنة تدفع عني داء مرض وإفلاس، قلبي رقيق يعطف دوما إحساسي لا يعرف لون. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان، رقى قلبي دمعت عيني أيقظني ذاك. لباسه رث شعره أشعد، مريض يشكي حاله مقعد، وجهه يحكي كل القصص، عينه تروي كل مثير. يجلس دوما عند الركن يراقبنا بكل حزن، يمد يده بكل أمان ينتظر منا الإحسان. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان، رقى قلبي دمعت عيني أيقظني ذاك الإنسان. Thank you.
أنت وأنا لا تتكاسل لا تتجاهل حب الخير. خذها مني هذه نصيحة من أعماقي كلمة صريحة. يسعدني أبي في البيت قدوتي يبقى للأبد. بالإحسان نرقى دوما نسعد نفرح بالدنيا. مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان. برافو 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 أحبائي برافو 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 أحبائي. إذن فعل الخير ثم فعل الخير أحبائي، يجب فعل الخير كما يقول عمو يزيد في الأغنية كذلك، لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. وكذلك نقول في الأغنية إن أخذت بمحتاج شفقة ولم تجد بما تتصدق فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. برافو أحبائي أحبائي. أما السائلة فلا تنهر صدق الله العظيم. أحبائي يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا نروح دركا مع المفاجأة اللي جابها لنا عمو يونس من مدينة سوق هراس. إذا ترحيب 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 كامل بعمو يونس. تفضل تفضل تفضل. إذا تحية تحية لعمو يونس. تفضل 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 عمو يونس. تفضل تفضل. برافو 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 عمو يونس. برافو عمو يونس لجنة مدينة سوق هراس. تحياتنا لكل سكان ولاية سوق هراس. عجبتكم ألعاب الخفة؟ برافو برافو أحبائي برافو. دركا أحبائي نروحوا نكتشفوا معلومة جميلة في فقرة هل تعلم مع دعاء العلالي بنتي. إذا تحية تحية لدعاء بنتي. تفضلي تفضلي بنتي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن سرعة نمو الأطفال في فصل الربيع أكبر من غيرها في الفصول الأخرى؟ برافو 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 برافو. إذا أحبائي في فقرة هل تعلم في كل مرة نكتشف معلومة جميلة. درك عرفنا باللي سرعة نمو الأطفال في فصل الربيع هي أسرع، هذه حكمة الله في خلقها أحبائي. جميلة أحبائي. تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية جميلة، هي حكاية النسر والغراب. يلا معايا أنا صديقي. إذن أحبائي
كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية النسر والغراب. واحد النهار كان واحد النسر هكذا، كانت واحد الغابة، كان واحد النسر وكان واحد الغراب بعيد عليه شوية ولكن كان يشوف فيه. هذاك النسر من كان في الجبل هكذا من فوق، شاف واحد القطيع تاع الغنم، والنسر قوي على بالكم أحبائي. واش يدير هذاك النسر؟ شاف هذاك القطيع، شاف واحد الحمل هكذا صغير الكبش، وراح نقض عليه هكذا ورفدو بالمخالب تاعو هكذا، ورفدو بالصوف قوي هو، ورفدو وطار به، راح به بعيد 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 وداه للعشن تاعو. هذاك الغراب كان يشوف، قال انا تاني نقدر، هذا نسر انا تاني عندي المخالب، انا تاني عندي جناحتين، وراح لهذاك القطيع كذلك. واش يدير؟ راح حبط على واحد الكبش هكذا، كي دار فيه المخالب تاعو هكذا ما قدرش يرفدو لانه الغراب صغير. حصل تما، وهذاك الكبش هذاك قاعد يمشي، وهو المخالب تاعو تخلطوا مع الصوف هكذا، وحصل الراعي شافو، كي شافو فهم، قال هذا باين بلي كان حاب يدير كيما دار النسر اللي سرق ليه هذاك الحمل هذاك. راح حكمو هكذا، قطع له جناحتيه وداه لولادو الصغار يلعبوا به، قال لهم هاوليك هذا اللعبوا به، قعدوا يلعبوا به. ومن بعد وليدو الصغير سقساه، قالوا بابا واسمو هذا؟ واسمو؟ قالوا يا ولدي هذا واسمو الغراب، ولكن لو سالته وكان سقسيه يقول لك انا نسر، انا مانيش غراب. قال لهم كي قال وليدو هذا واسمو، قالوا تشوف هذا غراب، ولكن لو كان سقسيه لو سالته يقول لك انا نسر، يعني يحسب روحه نسر. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي لا تدع تكبر الغرور يدفعك للمبالغة بتقدير قوتك. برافو 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 برافو. إذا أحبائي الإنسان لازم يعرف القوة نتاعو، ما يتماداش في الغرور ويقول لك أنا أقوى، أنا أقوى من هذا الشيء. الإنسان دائما لازم يعرف القوة تاعو أحبائي، والابتعاد عن الغرور. ياك يا أحبائي، يلا بقى. إذن أحبائي كما شفنا في الحكاية عن النسر والغراب، لازم الإنسان ما يخليش الغرور والتكبر يخليك أنك تتمادى، أنك ما تعرفش القوة تاعك، تقول أنا قوي أنا نقدر ندير بزاف حوايج. الإنسان لازم يعرف قدره، لازم يعرف مقدار القوة تاعو أحبائي. يا أخي الابتعاد عن الغرور أحبائي والتكبر. أحبائي واش رأيكم اليوم نروح ونكتشفوا مدينة جميلة مع ميليسا ربح، هي مدينة تسمسيل الجميلة. إذا تحية تحية لميليسا، تحية بنتي تحية. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مدينة تسمسيل تعني تسميتها غروب الشمس، تقع في غرب الجزائر في منطقة الهضاب العليا، يحدها من الشمال ولايتي عين الدفلة وشلف، ومن الجنوب تيارت، ومن الشرق اندية، اما من الغرب ولاية غليزان. تقدر مساحتها ب 3152 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 294476 نسمة، وتضم 8 دوائر و22 بلدية. تشتهر تسمسيل بطابعها الفلاحي لوجودها في منطقة الهضاب العليا، توجد بها عدة معالم أثرية نذكر منها: موقع عين الصفا، موقع عين تركيا، موقع طازة، وكذلك الحظيرة الوطنية للمداد، وتعرف بعروسة المنشرس. برافو 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 ميليسا برافو. أحبائي مدينة تسمسيل جميلة جدا 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 جدا، فيها في دائرة ثنية الحد كاين حظيرة المداد. أحبائي حظيرة وطنية جميلة، فيها شجر الأرز يروحوا لها بزاف العائلات، وكمل الاستجمام شيء من أروع ما يكون. إذا تحياتنا لكل سكان ولاية تسمسيل وكامل
كاع الدوائر كاع البلديات. احبائي الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. كل عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. تعالي بنتي اروحي اروحي يلا شفا اقعدي الشطرة. واسمك بنتي عاودي قوليهم؟ إكرام بن شرقية. إكرام بن شرقية وين تسكني بنتي؟ في ولاية المدية. في المدية الجميلة، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كاين واحد النهار هذه مرة قالت كاين واحد النهار هذه مرة قالت لوليدها قالت لوليدها اشري لي قازوز، ومن بعد كيت راح 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 لقى صحابو يلعبو، قالهم نلعب معاكم، قالوا له نلعب معنا بالدراهم، حتى تلعب معنا بالدراهم، طاولوا هذوك الدراهم. بديكات نسى، قال يا حي نسيت به نشري لماما القازوز. بديكات راح حط الماء في قرعة، بديكات جاب صبيغة صفرة ولونها، بديكات اديها ليمه وجوعي ليهم الضياف. دلها صبيغة. تفضلي بنتي. برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي اروحي. تعالي شوفا. انا نجيب صديقي، اقعدي بنتي. ويلهم اسمك بنتي؟ آلاء الرحمن. الله يبارك، وين تسكني آلاء؟ في عنابة. في عنابة الجميلة، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد النهار كان واحد الراجل قاعد يطلب من بنكة. طاحت له 500. راح يجري في الدروج راه يشوفها، قالها قهمزه ما وصلتش، وصل قبل منها، خاف عليها. برافو. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعال وليدي اروح. تعال اروح. تعال اقعد. عاود ذكرهم باسمك. بن جدو براهي. إبراهيم، وين تسكن إبراهيم؟ ولاية تبسة بلدية العوينات. العوينات الجميلة وولاية تبسة، تروح تسلم عليهم كامل؟ لا؟ نعم. احكي لنا النكتة تاعك ولدي. عمو يزيد راح نغني أغنية من أغنياتك. تفضل. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري، سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. برافو وليدي برافو. هذه أغنية دارها عمو يزيد تتغنى بالجزائر والابتعاد عن الجهوية الجزائرية. كلنا جزائريون أحبائي، ما كان لا شرقي لا غربي، لا واحد من الشمال لا واحد من الجنوب، كلنا جزائريون أحبائي. الحقنا دركا الفقرة الرسائل. إذا رسائلكم. إذا عمو شيشو جبنا رسائل أحبائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع البريد، وجابهم لنا جليل وسعيد بريد. وانتم يا احبائي اذا حبيتوا تراسلوا عمو يزيد باش يقرا الرسائل تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا عمو شيشو، شكرا. تحيه. الرساله الاولى حفال دنيا 4 سنوات، مدينة بوسعادة الجميلة، يا سلام على بوسعادة، ولاية المسيلة. قلت لكم أحب الحصة كثيرا لأنها تثقيفية. شكرا بنتي حفال دنيا من مدينة بوسعادة الجميلة ولاية المسيلة، ربي يحفظك. رسالة موالية. خليفي كمال 23 سنة، مدينة ولاد فايت بالجزائر العاصمة. أحب الحصة لأنها رائعة
جدا. ربي يحفظك خلي في كما ربي خليك 23 سنة. حنا ثاني نحبوك ونعتزوا نعتزوا نعتزوا بهذه الرسائل هذه. إذن بن خلفة بدر الدين 6 سنوات مدينة برج بوعريريج قال لكم حصة جميلة ورائعة. إذن وليدي يعطيك الصحة ربي يحفظك ربي يحفظك حنا نحبوك تاني. أحبائي الرسائل جميلة 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 جدا. عمو يزيد يحبها بزاف 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 ودائما دائما نعتز بهذه الرسائل ونحتفظ بها. دوك تشوفوا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل كلها. وانتم أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا ما عليكم اللي توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات وراح نقرأ الرسائل تاعكم هنا في البرنامج. أحبائي لحقنا دركا الفقرة الجواب عن اللغز. سبتوا اللغز عرفتوا الجواب. إذن اللغز قال ما هو الشيء الذي كلما خطى خطوة فقد شيئا من ذيله؟ شو يعرف الجواب؟ تعالي بنتي أروحي أروحي الشطرة. هو ما هو؟ هو ال ال هو الأرنب. الأرنب. لا لا ماشي الأرنب ماشي الأرنب. تعالي بنتي ماشي الأرنب. عاودي ذكرها باسمك. ريتاج بوار. ريتاج الله يبارك. وش هو؟ هو الطائر. الطائر. لا لا ماشي الطائر. تعالي بنتي أروحي الشبة. قولي لهم اسمك. أسيل دنداني. الله يبارك. أسيل وين تسكني أسيل؟ في المدانية. في المدانية. وش هو الجواب؟ الثعبان. لا لا مشي الثعبان. تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي أروحي منا. قولي لهم اسمك. مريم بالهوى. واسمك؟ مريم بالهوى. مريم الله يبارك. مريم وين تسكني مريم؟ في ولاية دار إبراهيم. في مدينة دار إبراهيم بالجزائر العاصمة. الله يبارك. وش هو الجواب بنتي؟ إبرة الخياطة. الإبرة أحباء. إبرة الخياطة كي يكون فيها الخيط كل ما نخيطه راح ينقص منها. فهمتوا أحبائي؟ هي الإبرة يا أخي. إذن أعطيه الهدية تاعها. أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية هذه على شطارتك. شكرا. العفو العفو بنتي العفو العفو ربي يحفظك. إذن أحبائي أنتم تاني أحبائي إن شاء الله تكونوا صبتوا الجواب عن اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار جواب على اللغز. في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنا أحبائي. واليوم عندنا عيد ميلاد سارة بن جدو اللي جاتنا مدينة تبسة. تعالي سارة بنتي 6 سنوات. تعالي سارة. تعالي سارة تعالي. قبل ما نحتفلوا بعيد ميلاد سارة نروحوا كامل نشوفوا الرسم اللي دارته لنا بشرة صديقة عمو يزيد. في كل مرة ديرنا رسم جميل 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 جميل. تعالي بنتي تعالي ورينا الرسم تاعك. يلا هكذا. شكرا. تعالي بنتي. تكلمي لنا على الرسم هذا بنتي. غسل اليدين مهم في كل الأوقات خاصة في هذه المرحلة اللي أنا جزو فيها. دائما تفكروا تغسلوا الأيدي تواكم قبل الأكل بعد الأكل في كل وقت تقدروا تغسلوا. بعد اللعب بعد الدخول من المدرسة. بالضبط بالضبط بالضبط. النظافة من الإيمان. هي 15 أكتوبر اليوم العالمي لغسل الأيدي يا أحبائي. جميل جميل جميل. برافو 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 بنتي يعطيك الصحة. إذا ديريه في منزل عمو يزيد بيت عمو يزيد باش نعلقهم كامل صور كما راهم معلقين لهيك. أحبائي راح نحتفلوا بعيد ميلاد سارة الجميلة. سارة شحال في عمرك؟ 6. جيتي من العوينات ولاية تبسة. تبسة خيار ناس خيار ناس خيار ناس. إذا حنا نغنوا لسارة عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا راحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها
وانتم تغنوا معايا كامل. يلا نغنوا لسارة. عيد ميلادك أحلى عيد، رب اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا ساره بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعه، وانتم احبائي ما تمسوش كامل النار، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمع ويشعلوا النار. يا اخي احبائي من حبوك نحبكم وما نحبكمش تتحرقوا. ديروا معايا العد التنازلي لساره. اذا 6 5 4 3 2 1 طفوا الشمعه. برافو. اذا ساره مبروك عليك. سارة بنتي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باسمك بن جدو سارة، وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أحبائي يا أخي، وبما أنك رسلتين على عيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة هذه، إن شاء الله تستفادي بها. كيف فرحانة؟ الله يبارك الله يبارك. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، سنونا في نفس التوقيت أحبائي الأسبوع المقبل. نحبكم نحبكم نحبكم. السلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. كاين الناس باش يشاركوا في الحصة راح يسجلوا معنا عبر موقع الحصة www.amoyazid.com. يعني كاين نستقبلوا آلاف الناس من عدة ولايات، نقوم بالاتصال بهم، الناس تفرح بزاف حتى دي فوا ما يأمنوش. أنا اسمي نادر، عمري 7 سنين. يشاركوا معنا من القبيلة، الناس حتى من الصحراء جاتوا معنا، والحمد لله أطفال الأطفال أنهم يقراوا لنا البحث كما راكم تشوفون. ندخلوا الأطفال نستقبلوهم ويجوا فرحانين، والابتسامة تاعهم هذا هو هدف لنا من الحصة، فرحة الأطفال. أنا فرحانين بزاف كي جينا لعمو يزيد، ونشكر أعضاء الجمعية الخيرية. عمو يزيد استقبلونا مليح، تحضيرنا عنه وجدوا القائمة تاع الأطفال اللي كانوا يجوا بالعمر تاعهم بالمدايا ديالهم، عاطفة الجمعية الخيرية العمل والتضامن على الخضراء مفتاح بليك بليده
وجبنا كاين هنا اليتامى وكاين المعوزين ومعنا الدراري المعوزين. الدراري فرحوا فطري، قلنا لهم بلي كاينه حصص ترفيهيه حصص تربويه، انت تعلموا منها بزاف صوالح. لازم يدفعوا لانه الاطفال بطبيعتهم يحشموا، يعني كيشوفوا الكاميرا كاين اللي راهم قاعدين قدام الكاميرا يعني يحشموا تمام شغل نولفوهم انهم باش يتفعلوا. اسمي لينا في عمري 9 سنوات، جينا لعمو يزيد حبوا حصة عمو يزيد. انا اسمي اسمد هيليس عمري 11 سنة، جينا لعمو يزيد باش نفرحوا. نشكر اعضاء الجمعية الخيرية كي جابونا، جينا نفرحوا مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.